اليوم أقيم بكنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في إرباد خدمة صلاة المدائح الأخيرة بالأسبوع الخامس من الصوم المقدس. ترأس الخدمة الأب ليونيسيوس حداد كاهن الرعية بمساعدة جوقة الترتيل، وكان في حضور العدد من المشاركين. خدمة مديح العذراء الذي لا يجلس فيها، تتلى فيها جميع أبيات المديح للسيد العذراء لأهمية دورها بتحقيق الخلاص لجنس البشر لما ولد منها الإله، وعلى مدار خمس جمع متتالية من الصوم. المدائح مؤلفة من صلاة النوم الصغرى، ثم تسع تسبيحات للعذراء، ثم المديح. يقوم المديح لترجياً بالدور اللي بتأديه العذراء بالتجسد، فالعذراء هي الصلة بين الله والإنسان بالتجسد، وهون المديح بصير أداة الوصلة الليترجية بين أيام الصوم اللي هي أيام الحزن البهي ويوم الزفاف الإلهي للمؤمن. بتقود ترانيم المديح لطهارة النفس، وبتنقل المؤمن من الحزن البهي لفرح الخدر البتولي. بالمديح منتأمل بمحبة وتواضع وطهارة العذراء، ومنعاين بالترانيم صورة العروس الحقيقية اللي مدعوين كلنا للاقتداء بمثلها. وبعد الصلاة الكل توجه لقاعة الكنيسة لتجمعهم لقمة محبة من تحديات أخوية الرعية اللي بتقوم فيها الأخوية بكل سنة، وتحديداً بالمديح الأخير لوالدة الإله. وأكيد الأخوية كانت مجهزة بكتات أو علب خاصة لحتى ينحط فيها الأكل ويتم توزيعه للعائلات المستورة. أبانا الذي بالسماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تفتنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أجواء كلها أخوة ومحبة ما بين الكل اللي دائماً بتحرص الكنيسة والرعية لتوفرها وتكون حاضرة بين الموجودين، لحتى ما ننسى إنه المحبة هي أساس كل تجمع رعوي. من إربد لقناة نورسات، نيفين حداد.